أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك لليوم الثامن على التوالي، معتبرة أنه تصعيد بالغ الخطورة سيكون له دور في تخريب الجهود الدولية والأمريكية الرامية لتحقيق التهدئة والحفاظ على الوضع القائم. وحملت الوزارة في بيان لها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتعمد ضد المسجد الأقصى المبارك ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. وأضاف البيان أن أركان الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن ما يصرحون به من أكاذيب هو حقيقة تمكنهم من الاستخفاف بعقول القادة والمسؤولين الدوليين والرأي العام العالمي، ولكن تصرفاتهم وممارساتهم العدوانية ضد الأقصى والمصلين تعبر عن نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية التهويدية للقدس ومقدساتها. نفذ الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن مسيرة اليوم لدعم المسجد الأقصى في وجه الانتهاكات الإسرائيلية تحت شعار دعما لخيار المقاومة ودفاعا عن المسجد الأقصى. قال مراسل المملكة إن المسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط البلد في العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وخلال اعتدائها على المعتكفين فيه. وأفادت مصادر طبية أن اثنتين من بين الإصابات خطيرة إلى متوسطة، مضيفة أن 11 إصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى بعد فجر اليوم وأطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المعتكفين لتندلع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المدججة بأنواع مختلفة من الأسلحة، كما اعتلى عدد من القناصة الأسطح المجاورة لباحات المسجد وأطلقوا النار باتجاهه. كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس خلال اقتحامات ومواجهات اندلعت مع عدد من سكان البلدات والقرى المقدسية. الآن في تضييق كبير، المسجد الأقصى المبارك محول إلى عسكرة، الأبواب عليها الجنود المدججين بالسلاح. اليوم للأسف كان في اقتحام للمسجد وعندنا كما أشارت الطواقم الطبية عدد من الإصابات، حوالي 15 إصابة وصلت إلى المستشفيات، بعضها إصابات خطيرة يعني في الأجزاء العلوية من جسم الإنسان. قوات الاحتلال تلقي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع اللي محظور استعماله في الأماكن المغلقة. هم يعتلون المسجد القبلي ويلقون القنابل. سلطات الاحتلال تحاول تفريغ المسجد من المصلين، وهذا شيء لا يمكن السكوت عليه، هذا شيء خطير جدا. للمرة 6 على التوالي تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وتعتدي على المصلين والمعتكفين. فمنذ ساعات فجر الجمعة 3 في رمضان اندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومرابطين فلسطينيين في الأقصى وباحاته، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق والكدمات والرصاص المطاطي، والعديد منها صنفت بالخطيرة. ومن فوق أسطح مباني المسجد الأقصى أطلق قناصة الاحتلال الرصاص المطاطي على الموجودين داخل باحات المسجد الشريف، كما ضيقت قوات الاحتلال على المصلين ومنعتهم من دخول المسجد وأطلقت قنابل الغاز على المصلين والمعتكفين. ولم ينحصر التضييق على المسلمين، بل شمل أيضا المسيحيين الذين يحتفلون هذا الأسبوع بعيد الفصح، حيث فرض الاحتلال قيودا على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة. وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن الخطوات الإسرائيلية تأتي استكمالاً لسياستها التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها،
واعتبرها بمثابة تحد سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها. ومنذ أسبوع يشهد الحرم القدسي توتراً كبيراً مع استمرار اقتحام شرطة الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى بمناسبة احتفالات اليهود بما يسمونه عيد الفصح، والتي انتهت مساء الخميس. وسط هذه الأجواء أطلع الرئيس الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة على صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع القانوني والتاريخي للقدس. وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل من أجل وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية، ملوحاً بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير القاضية بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف كافة أشكال التنسيق معها. في غضون ذلك يخيم التوتر على غزة، حيث حشد الاحتلال قواته وأكد استعداده لعملية عسكرية جديدة ضد القطاع. ينضم إلينا نائب رئيس جريدة القدس الأستاذ محمد أبو خضير. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. هذه الانتهاكات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع دخولنا العشرة الأواخر من رمضان ومع الاحتفالات المسيحية أيضا، إلى أين سوف تقود الوضع في القدس؟ الواضح أن الاحتلال مستمر في عملية التصعيد، يريد فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك ولا يبالي بعملية التصعيد. اليوم من الدلائل أو من الانتهاكات الجديدة استخدام طائرات مسيرة في سماء المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ احتلال المدينة عام 67. تم استخدام مسيرتين أطلقت المسيل للدموع في سماء قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك، أطلقت غاز سام، غاز أصفر على المصلين. كذلك قامت قوات الاحتلال بإحراق بعض خلال إطلاق المقذوفات والرصاص المطاطي بإحراق الأشجار الثرو الضخمة القديمة في ساحات المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة المشرفة. يبدو أن الاحتلال لا يعير اهتمام، يعني كان خلال الأسبوع الماضي يحاول تفريغ المسجد لتمكين المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ولكن في يوم الجمعة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت أنه في العشر الأواخر سيوقف الانتهاك ويوقف اقتحامات المستوطنين، فجر اليوم قاموا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين ولم يحترموا حتى أو تصريحات رئيس الوزراء نفسه، وكما يبدو هي تصريحات تخديرية لتهدئة الأوضاع في ظل تكريس أمر واقع أنه المسجد الأقصى المبارك مستباح من قبل الشرطة والجيش الإسرائيلي. هذا الأمر إلى أين سيقود الأوضاع في المدينة المقدسة؟ أكيد نحو التصعيد، يعني اليوم فقط نحو التصعيد أم نحو التفجر أيضا؟ قد يقود الى امتداد هذا امتداد هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات الفلسطينيه على الانتهاكات الاسرائيليه الى قطاع غزه، حيث الفصائل الفلسطينيه هددت بالرد على الانتهاكات الاسرائيليه، منع المصلين على الحواجز الثابته في الضفه الغربيه على حاجز قلنديا وحاجز مسجد بلال، منع الالاف في العاده في الجمعه في العشر الأواخر يبلغ عدد المصلين أكثر من ربع مليون ونصف مليون مصلي يتوافدون للمسجد الأقصى، اليوم العدد لم يتجاوز 150 ألف. أما المسجد الأقصى المبارك في الجمعة قبل الأخيرة من رمضان، الاحتلال يحاول أن يفرض أمر واقع بتكريس أنه هو صاحب السيادة، هو صاحب المكان، هو من يمنح ومن يعطي، مع العلم أن حرية أن المسجد الأقصى يعتبر مسجد محتل ضمن مدينة محتلة، والاحتلال عليه احترام حقوق وصول المصلين إلى أماكن العبادة، ولكن هذا الاحتلال لا يعير اهتمام لا لقانون دولي ولا لحرية عبادة ولا حرية تعبير. وليس فقط على المسلمين في القدس بل كذلك أيضا على المسيحيين في المدينة المقدسة. صحيح
صحيح، غدا هو سبت النور، المحكمة الحكومة الإسرائيلية ادعت أنها منحت وكأنها هي صاحبة السيادة تمنح لمن مسموح له الصلاة أو من ممنوع عليه الصلاة، لذلك تدخلت المحكمة العليا الإسرائيلية في عدد المصلين المسيحيين الذين سيحضرون قداس سبت النور غدا، وهذا ولد حالة من الغضب والاحتقان في صفوف الطوائف المسيحية في مدينة القدس، وأصدرت بيان نددت فيه بانتهاكات الاحتلال وتدخله في صلوات المسلمين والمسيحيين معا. شكرا جزيلا لك نائب رئيس جريدة القدس الأستاذ محمد أبو خضر. أرحب الآن بنائب محافظ القدس الأستاذ عبد الله صيام معنا من القدس. مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. انتهاكات إسرائيلية وتدنيس إسرائيلي مع ساعات الفجر، كيف تبدو الأوضاع في القدس الآن مع قرب أذان المغرب؟ مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين والمستمعين، وحماك الله يا أقصى. المشهد القائم في هذه المدينة في قلبها المسجد الأقصى هو التصعيد الاحتلالي الذي شاهدناه منذ ساعات الصباح بالاعتداء على المصلين وإيقاع عشرات الإصابات في صفوفهم، حتى توصل الأمر وتواصل بعد ذلك بعد صلاة الجمعة عندما تم الاعتداء مرة أخرى على المصلين بأن ألقيت عليهم قنابل الغاز من الطائرات المسيرة. هذا الإجراء الاحتلالي هو اعتداء على هذه الجموع من المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما منع آلاف بل عشرات الآلاف الآخرين من الوصول على حواجز الاحتلال. نحن الآن أمام وضع صعب تعيشه هذه المدينة ويعيشه أهالي فلسطين بشكل عام، الذين يمنعوا من الوصول إلى مسجدهم، وعندما يصلوا يتم الاعتداء عليهم بهذا الشكل السافر في امتهان لحقنا في عبادتنا في الطمأنينة والسكينة في هذا الشهر الفضيل. كل ما نتمناه هو أن يتمكن الوافدون إلى المسجد الأقصى من الصلاة بطمأنينة وسكينة دون كل هذا العدوان والاعتداء منذ اللحظة الأولى اقترابهم من حواجز الاحتلال على الجدار، ثم بعد ذلك على الحواجز الداخلية المحيطة بالبلدة القديمة، وبعدها حواجز أخرى على أبواب المسجد الأقصى. إذن هذا إجراء احتلالي يحمل عقوبة مركبة يتم فيها عمل كثير للأجهزة الرسمية الاحتلالية من أجل منع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، بل والتحكم في أعمارهم وفي الجنس الذي يدخل. يريد أن يكونوا معظم الداخلين هم من النساء، ويريد أن يجعلوا معظم الداخلين أيضا هم من الكهول وليسوا من الشباب. هذا ما تقوم به حواجز الاحتلال بشكل فعلي. نعم سيد عبد الله، الحكومة الإسرائيلية قالت بأنه لن يكون انتهاكات مع العشر الأواخر من رمضان، ولكن بدأ اليوم بهذه الاقتحامات والانتهاكات في القدس. هل من المتوقع بأن هذا الأمر سيتوقف، سوف يعود الاحتلال إلى الالتزام بما قال رئيس حكومته بأنه سيفعله؟ ما شاهدناه على أرض الواقع أن هذه الاعتداءات كما أسلفت بدأت على المواطنين في حواجز كلنديا وبيت لحم وحواجز أخرى، حيث هناك 13 حاجز داخل الجدار حول المدينة. هذه الحواجز أعاقت ومنعت دخول القادمين إلى المسجد الأقصى صباح اليوم، والحواجز داخل المدينة أيضا قامت بهذا الواجب. هذا يتناقض تماما ويتنافى
مع مفهوم التهدئة. التهدئة تعني أن يصل المواطن بحرية وطمأنينة حيث يصلي دون كل هذه الاعتداءات، ثم يتلاحق الأمر بهذا الاعتداء الكبير من قوات الاحتلال التي كانت تقف على مقربة من المصلين على منطقة باب السلسلة وباب المغاربة. هذا التحرش وهذا الاستفزاز وهذا الاعتداء كان يمكن ألا يكون تماما إذا ما ابتعدت هذه القوات الاحتلالية عن مسار المصلين، إذا ما ابتعدت عن المشهد الاستفزازي الذي تقدمه. نحن الآن نرى هذا، لا يوجد فلسطيني يذهب للبحث عن جنود الاحتلال في مدينة القدس أو في مكان آخر. الذي يحصل هو هذا الذي يقيم على أبواب مدينة القدس من أجل أن يكون نحن هنا ونحن أصحاب الدور ونحن أصحاب السيادة. المسألة تتعلق بما أكرته الكنيسة الاحتلالية، هي فرض السيادة على مدينة القدس واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لدولة الاحتلال. هذا جوهر القضية، قانون السيادة الذي أقرته الكنيسة والقدس الموحدة كعاصمة لدولة الاحتلال، بل الدولة اليهودية لإسرائيل. وهذا أمر، هذا هو الأمر الذي ندفع ثمنه في صلواتنا مسلمين ومسيحيين، ندفع ثمنه بهدم منازلنا، ندفع ثمنه بهذا الاعتداء على تجارنا وعلى أسواق البلدة القديمة التي يفترض أن يكون رمضان هو شهر النهوض وشهر التعويض عن الأشهر السابقة في العام. هنا السؤال، ما الذي يخشاه اليمين المتطرف من دخول المسلمين والمسيحيين للقيام بصلواتهم؟ اليمين المتطرف والحكومة اليمينية هي تنفذ قرارات احتلالية اتخذت في الكنيسة وأصبحت هي القانون والنظام في مدينة القدس. قانون السيادة يعني أن القدس لهم وليست لغيرهم، وأن غيرهم هو طارئ على هذه المدينة، أي بمعنى نحن الاستثناء ونحن الطارئ فيما هم أصحاب الحق بالتواجد والحضور. القانون الآخر الذي أقر بأنها الدولة اليهودية هي التي تمنع أي توجه لإقامة شيء يشير إلى السيادة الفلسطينية والدور السياسي القائم، علما أن هذا الوضع فهم يريدوا أن يجسدوا ذلك، خاصة في هذه المرحلة التي هي أمام مؤشر كبير على انتخابات جديدة لكنيسة الاحتلال. يريدوا أن يقنعوا جمهورهم أن هذه الحكومة بشكل رسمي تقوم بالكثير الكثير من أجل تجسيد الرواية التلمودية على أن القدس هي جبل الهيكل، وأن حائط البراق هو حائط المبكى، وأن هذه الكنس التي تنشر حول المسجد الأقصى هي صاحبة حق وصاحبة دور. إذن هم يريدوا أن يثبتوا هذه الرواية في هذا الوقت تجسيدا لرواية جديدة وإقناعا لناخبيهم، وهذا يتطلب اقتلاع الفلسطينيين لإحلال المستوطنين. هم بهذا المشهد يريدوا أن يمنعوا المواطنين من أن يتوجهوا للمسجد الأقصى، ولكن في المقابل ما نراه رغم اعتداءات الاحتلال على المصلين منذ ساعات الصباح الباكر، إلا أن الفلسطينيين ساروا بعكس التيار بأن توجهوا إلى المسجد الأقصى. لم يكن توجههم للابتعاد، بل كان توجههم إلى الحجز والحجز والحجز، وهذا ما لاحظناه من خلال حضور من تمكنوا نحو 150 ألف وصلوا إلى المسجد الأقصى مقابل عشرات الآلاف التي أيضا تم منعها من الوصول. شكرا جزيلا لك نائب محافظ القدس الأستاذ عبد الله أصيام. ليست القدس فقط هي من تعاني من مدن فلسطين، فقد استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب البالغ 20 عاما من بلدة اليمون متأثرا بالإصابة التي تلقاها خلال مواجهات اندلعت قبل أيام مع جنود الاحتلال خلال اقتحامهم للبلدة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء فلسطينيين بعد دهم منازلهم في حي الخروبة وتفجير أبوابها وتفتيشها، حيث اعتقلت أحد الأشقاء داخل المنزل، فيما اعتقلت الشقيقين الآخرين خلال مرورهما على أحد الحواجز العسكرية. كذلك فقد أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جبل إصباح ببلدة بيتا جنوبي نابلس. قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن المواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة. أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين. ويشهد جبل إصباح مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال التي تسعى إلى السيطرة عليه لصالح التوسع الاستيطاني. يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار قرارنا حرية لليوم 12 بعد 100 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. كان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وبين رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن مقاطعة الأسرى الفلسطينيين للمحاكم الإسرائيلية تعبير عن موقف سياسي وقانوني ونضالي باعتبار هذه المحاكم ذراعا للاحتلال وليست مكانا يتوخى فيها الفلسطينيون العدالة. تتمثل بمقاطعة المحاكم، يعني هي تعبير عن موقف سياسي وقانوني ونضالي أيضا، إذ أن هذه المحاكم ليست مكانا يتوخى فيها المرء عدلا بقدر ما هي ذراع من أذرع الاحتلال، ذراع قمعية تنفذ تعليمات وأوامر تصدر عن الشبك الإسرائيلي وعن الجيش الإسرائيلي، لذلك هم قاطعوا الآن. يعني هذه الخطوة من المرجح أن تتطور وقد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. نعم، علينا مسؤولية كبيرة في دعم ومساندة هذه الخطوة وتوسيع دائرة المقاطعة بما يشمل المحاكم الإسرائيلية بشكل عام وعدم التوجه لما يسمى بالقضاء الإسرائيلي، إضافة إلى إجراءات شعبية وسياسية إلى غزة التي تراقب وشعبها ما يحدث في القدس والضفة. فقد شارك آلاف الفلسطينيين شمالي القطاع بعد ظهر اليوم في مسيرة تضامنية مع مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل الاقتحامات الإسرائيلية. جاب المشاركون في المسيرة التي دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية حماس عددا من الشوارع رافعين رايات العلم الفلسطيني ولافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى. ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار من هناك. باسل مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. كيف عاش الغزيون هذه الجمعة نصرة للأقصى؟ نعم، نتحدث عن مسيرات عدة جابت شوارع القطاع تضامنا مع المقدسيين وللتأكيد على الموقف الذي أعلنته حتى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن الوحدة الفلسطينية في كافة المناطق والرفض الاعتداءات الإسرائيلية الممارسة بحق المقدسيين. أكبر هذه المسيرات كانت في شمال القطاع والتي جاءت بدعوة
من حركة حماس التي قال ممثلها في هذا في هذه المسيرات أن الفصائل الفلسطينية ما زالت تراقب ما يحدث في مدينة القدس، وأن ودعت أيضا حركة حماس الفلسطينيين لمزيد من النفير والتضامن مع المدينة المقدسة. ميدانيا هناك الآن حالة ترقب وهدوء حذر في القطاع لكيفية سير هذه الليلة، ما حدث اليوم في مدينة القدس خاصة في ساعات الصباح وأيضا مع المصلين أثار هنا حالة غضب شعبي وأيضا فصائلي من استمرار الاحتلال بالانتهاكات بحق المقدسيين، رغم كل البيانات التي أصدرتها الفصائل والتي حذرت من تبعات استمرار هذه السياسة. حتى إسرائيليا هناك حديث حول أن المشاهد التي تم نقلها اليوم من مدينة القدس والاعتداء على المصلين وأيضا استخدام طائرة مسيرة لإطلاق قنابل الغاز مما أحدث حالات اختناق كبيرة بين المصلين، هذه المشاهد قد تجر اليوم لإطلاق الفصائل لقذائف صاروخية من قطاع غزة كما حدث خلال الأسبوع المنصرم، وهذه المشاهد الآن باتت تزيد من حالة الغضب هنا لدى الفصائل الفلسطينية. بالأمس كان هناك إعلان من قبل المستوطنين عن سماعهم لأصوات انفجارات، جيش الاحتلال قال أنه سيفحص الأمر ولم يصدر بيان إذا ما كان بالفعل شهدت الليلة الماضية إطلاق الفصائل أو إطلاق قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف كما حدث خلال الأسبوع أو نهاية الأسبوع الجاري. هناك بالفعل هنا في غزة موقف لدى الفصائل تتمسك به، وهناك ما يشبه الوحدة في هذا الموقف أن ما يحدث في القدس ليس بعيدا عن ما يحدث في قطاع غزة، وأن الفصائل هنا متمسكة بتثبيت المعادلة التي تقول أنها استطاعت تثبيتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، أن الاعتداءات بحق المقدسيين هي صمام الأمان وهي الضابط لحالة الهدوء. في حال تصاعد هذه الاعتداءات فإن الهدوء الميداني في غزة قابل للانهيار، هكذا تقول الفصائل الفلسطينية، وحتى الآن هكذا يقول الميدان. نتحدث عن تصعيد كان قبل يومين هو الأكبر منذ العدوان الإسرائيلي الأخير، واستخدمت بها الفصائل سواء إطلاق الصواريخ أو حتى إطلاق الطلقات النارية المضادة للطائرات، وأيضا في المقابل دوت صافرات الإنذار لأربع مرات في مستوطنات الغلاف، وهذه المرة الأولى منذ انتهاء العدوان التي تطلق بها صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف بشكل متتابع، وهذا يؤكد جدية تدهور الأمور في قطاع غزة وسط حديث عن جهود تبذل من الوسطاء، وأيضا إعلان الفصائل أن وسطاء جدد بدأوا يدخلون على خط الوساطة بهدف تثبيت حالة الهدوء في القطاع التي باتت مرتبطة كما كانت خلال الأشهر الماضية بالأحداث في مدينة القدس. نعم باسل، وهنا كيف ينظر الغزيون لاحتمال انهيار هذا الهدوء الميداني في القطاع؟ ربما يمكن القول أنها مشاعر متضاربة إن صح التعبير. الغزيون ما بين أن يكون هناك موقف داعم للمقدسيين، وهذا الأمر ربما هو مشابه لكافة المناطق الفلسطينية، الفلسطينيون هنا في غزة يجدون نفسهم جزء من فلسطينيين في كافة المناطق، وأن أي اعتداء يمارس بحق الفلسطينيين في مدينة القدس يثير الكثير من الغضب، حتى عبر مواقع التواصل التي يتم تداول كل الفيديوهات أو كافة الصور التي يتم نقلها من مدينة القدس بشكل كبير في مستخدمين مواقع التواصل في قطاع غزة. في المقابل هناك خشية من اندلاع مواجهة كبيرة، غزة بعد لم تتعافى من العدوان الإسرائيلي الأخير، عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ بالشكل الحقيقي بعد، هناك منازل لم تبنى، ما زال صوت الانفجارات عالقا في أذهان الفلسطينيين، وهذا ما أحدث حالة كبيرة من الخوف والهلع قبل يومين عندما استخدمت إسرائيل صواريخ تحدث أصوات انفجارات كبيرة. وأيضا هناك ضغط نفسي حتى لدى الفلسطينيين من أن إسرائيل ستعاود أو تهديدات الاحتلال بالقيام بعملية جديدة في غزة، كل ذلك بالتأكيد يلقي بظلاله على الغزيين، لكن الموقف الواضح حتى الآن أن الفلسطينيين هنا مصممين على
دعم التصدي للاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس، ويرون أن مدينة القدس وما يحدث فيها هو خط أحمر لا يمكن التراجع عنه، وبالتالي هذا يفتح الباب أمام إمكانية وجود هناك تصعيد في غزة. مراسل المملكة من غزة باسل العطار، شكرا جزيلا لك.